ايه ده؟ ها ايه ده يا ماما؟ عايزه تشوفيها ولا رجعها؟ انا ما عايزه اشوفها. لا انت قلتي خلاص. لا انا عايزه اشوفها. طب يا امي ايه هي جاهزه؟ جاهزه. واحد اتنين. كل لما تعدي الحلوه تلخبط ليه؟ انا في الكلام بره. ماما الو. ايه يا ماما؟ خلاص يا ماما لبست وشرحت شعري وجهزت خلاص. انزل؟ طب ماشي يا ماما. طب قولي لي يا ماما في ايه؟ ما تفهميني يا ماما انا عايزه افهم. طب خلاص ماشي يا ماما ماشي. سلام. يا أمنية يا أمنية أمنية القهوة. نعم يا ماما. بناتي كتير قوي يا أمنية، بناتي كتير قوي يا الله. يا ماما جبتي بنات هيليكاتي يا ماما، حلوة قوي انا بحبها قوي يا ماما. عجبتك؟ جميلة قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا ماما انا بحبها قوي. اتفضلي يا أميرتي. شكرا يا ماما، ربنا يخليكي ليا. دي بقى عشان انت نجحتي وطلعتي من الاول. حلو قوي يا ماما. شفتي بقى؟ جميلة قوي. هي بسيطة قوي. جميلة قوي يا ماما والله. يعني فرحانة بيها خلاص؟ فرحانة بيها قوي يا ماما. يعني انت مش عايزة هدية تانية؟ لا دي حلوة قوي يا ماما. متأكدة؟ هدية منك بس. متأكدة؟ طبعا. خلاص انا هروح ارجع بقى الهدية التانية دي. ايه ده؟ ها؟ ايه ده يا ماما؟ عايزة تشوفيها ولا ارجعها؟ انا عايزة اشوفها. لا انت قلتي خلاص. لا انا عايزة اشوفها. طب يا ام ايه هي؟ جاهزة؟ جاهزة. واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ ماما يا ماما مش مصدقة نفسي بجد. ايه رأيك يا أمنية؟ ماما يا ماما دي عجلة يا ماما، وكمان معاها شوكولاتة أنا بحبها يا ماما. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك يا أستاذة أمنية، ربنا يبارك لك فيها يا رب يا أم أمنية. والله العجلة حلوة أوي يا أمنية. تنجح هتنفعينك تشتري من عندي لعبة حلوة. هنشتري والله كل حاجة، بس هي كانت نفسها فعلا. وانا اوصل حلاوة فيها يا رب. طب استنى والله ما انا مزعلكم. خدي يا فرنسا حلاوة نجاح أمنية. ربنا يخليها لك. مبروك يا أمنية. الله يبارك فيكي. مبروك يا أستاذة أمنية. والله يا إيه معيش فكة، فخدي دي ليكي، ال 200 جنيه كلها ليكي. كلها ليا؟ أيوة يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب يا أم أمنية، ويخلي لك أمنية ويخليها لك كل سنة، وكل سنة تطلع لك الأولى يا رب يا رب. كله علشان أمنية بس. ربنا يخليكي ليا يا ماما، أنا فرحانة أوي يا ماما. اشمعنى هي 200 جنيه وانا 100 جنيه؟ رزقها رزقها يا فرنسا. طب خدي ما شاء الله كده ولا مبروك. اي حاجه يعني. الله يبارك فيكي. يلا بقى هتعرفي تسويها ولا لا؟ ايوه يا ماما طبعا يا ماما. طب يلا فاكره لما كنت باجرها يا ماما لما كنا بنروح مصيف. طب يلا وريني شغلك. يلا مبروك يا استاذه امنيه. الله يبارك. لا ماشي يا ماما. طيب على مهلك لا طاعي على مهلك. يلا 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 ورينا الشطاره. يلا امنيه القوه. يلا يا امنيه. برافو يا امنيه، برافو عليكي يا امنيه، برافو ما شاء الله يا ما شاء الله يا امنيه. اشمعنى انت؟ سكان العماره كلهم بيحبوك، 80 ساكن بيشتروا منك وبيرضوا، اشمعنى انت؟ وانا قاعده هنا ما حدش بيعبرني بجن، اشمعنى انت يعني؟ قولي لي كده اشمعنى انت؟ طب قولي ما شاء الله. يا ستك 200 جنيه واديتني انا 100 جنيه. يا ستي روحي ربي. الحاجة وقعت من عينيك. الله أكبر الله أكبر. يا ستي روحي ربنا يسهل لك حالك زي ما هو مسهل لي حالي. سيبيني في حالي يا فرنسا. روحي بقى عشان دي ساعة استباحة. يلا وشغل يلا. أنا مش عارفة هما بيحبوكي ليه، مش عارفة أنا. يلا يا فرنسا اتكلي على الله. أنت بتكرشيني يعني؟ يا ستي روحي الله يسترك وسيبيني في حالي. يلا يلا ألعاب أطفال. يلا عندي ألعاب أطفال. عندي ألعاب أطفال. حلو قوي يا ماما. جميله صح؟ ايوه. ولونها اخضر زي ما تحبتيها بالظبط يا امي. ايوه يا امي. برافو. حلو قوي يا ماما. خلاص بقى مش كفايه اللعب كده؟ يا ماما عايزه اكل. عشان نحضر الاكل يا امنيه. يا ماما بس مين يا ماما نحضر الاكل؟ طب بصي هطلع احضر غدا وانت العبي وخلي بالك على نفسك. حاضر. امشي على جنب. ماشي. وريني هتمشي ازاي على جنب. ماشي يلا نطلع. ماشي. الله حلو قوي العجله دي.
الله الله، بسم الله ما شاء الله عليكي يا استاذه امنيه، انت بتعرفي تسوقي العجله كويس قوي. ايوه طبعا انا بحب سواقه العجل قوي. بس برافو عليكي والله. ربنا يخليكي. ينفع استاذن منك بس اسيب العجله بتاعتي شويه معاكي؟ خلي بالك منها اول ما جبت الفني عشان اتصور مع العجله. ايوه ايوه طبعا، دي العجله دي في عينيا والله يا استاذه منيه، انت تأمري. ربنا يخليكي يا رب. بس انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. ممكن تقبلي مني العروسه البسيطه دي هديه نجاحك؟ ربنا يخليكي يا رب، انا مش عايزه حاجه، كفايه طيبتك وحنيتك وجمالك بس. والله يا استاذه امنيه كفايه طيبتكوا انتوا وحنيتكوا عليا، دي بالدنيا عندي، ده انا اديكوا عينيا والله لو اطول. بس انا مش عايزه عروسه. لا والله، لا والله يا ازعل يا استاذه امنيه. لا طبعا لا لا ما تزعليش. طيب اتفضلي. هي حاجه بسيطه والله، بس يعني كده ده اللي اقدر عليه. طبعا دي جميله قوي، ربنا يخليكي. الف الف مبروك يا حبيبتي، عقبال كل سنه كده يا رب وتطلعي الاولى يا رب. ان شاء الله. ماشي اتفضلي، العجله في عينيا ما تقلقيش. ماشي. ايه يا امنيه، هو انت اشتريتي العروسه دي من ايه؟ لا انا ما اشتريتهاش، دي عطاي من غير فلوس عشان نجحت، دي طيبه قوي انا بحبها قوي طنط ايه. من غير فلوس؟ ايوه. ماشي حبيبتي اتفضلي. حطيتها العروسه من غير فلوس، دلوقتي امها هتنزل لها 1000 جنيه مكان العروسه اللي ب100 جنيه دي. ماشي. انا نفسي افكرلك في فكره وامشيكي من هنا، وافتح انا اللعب دي وابيع اللعب دي وسكان العماره كلهم يراضوني ويشتروا مني. اشمعنى هي يعني وبيحبوها هي ليه؟ يلا عندي العاب اطفال، ادب ادب ادب. يلا يا استاذ فرح. نعم يا يازن. انا عندي العصر يا ماما. حاضر. شفتي اللي حصل يا ايه؟ خير يا ام يازن؟ مش يازن نجح. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك يا استاذ يازن، الف الف مبروك. كمان دخل الابتدائي ما شاء الله، ده بكره يازن ده تشوفيه ان شاء الله كده اكبر دكتور او اكبر مهندس باذن الله يا رب. يا رب ان شاء الله. شوفي يازن اختار اللي انت عايزه. يلا حبيبي. عايز القطر دي يا ماما. عايز القطر ده؟ طبعا لازم اجيبه لك يا يازن، انت النهارده شرفتني ورفعت راسي. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يخليك. خلاص يا يازن، ده اخر قرار يعني؟ قررت القطر ولا تاخد المكعبات ولا الشاكوش ولا اي حاجه ثانيه؟ شوف اي حاجه ثانيه اجيبها لك يا يازن. شوف اختار اي حاجه كمان معاك. هو عايز القطر. طيب ماشي يا يازن. الف الف مبروك عليك القطر يا يازن. جميل قوي قوي. ماشي. عامل كام يا ايه؟ القطر ده عامل 150 جنيه. خلاص ماشي. طب خدي بقى ال 200 جنيه وال 50 جنيه عشانك حلاوه يازن. ده كتير قوي عليا والله. يا يازن نجح النهارده. الف 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 مبروك. مبروك يا يازن. بس يبطل شقاوه بقى شويه واسمع كلام ماما. ما انا طول اليوم خلابي. طول اليوم بسمع ماما بس يا يازن، بس يا يازن، وانت ما بتسمعش الكلام. ماشي. اتفضلي يا ام يازن. اتفضلي يا حبيبتي يا يازن. مبسوط يا ماما. عايز حاجه ثانيه؟ شكرا يا ماما. يلا يا بنتي. يلا يا حبيبتي. ان شاء الله علي يازن والله زي القمر، ربنا يبارك لها فيه يا رب. يلا عندي العاب اطفال، قرب قرب قرب. يلا يا استاذه تعالي فرحي بنتك. يلا يا استاذ فرح ابنك واشتري له العاب وفرحه. يلا يا استاذ فرح ابنك. يا ماما بصي يا ماما، طنط ايه عطتني ايه يا ماما؟ الله حلوه قوي العروسه دي. عطتني من غير فلوس هديه يا ماما. ليه كده بس؟ كلفت نفسها ليه؟ عشان نجحت يا ماما. لا انا لازم انزل اراضيها. وكمان يا ماما انا عايزه تلفوني عشان اتصور مع العجله. ايوه صح يا ستي، صورك عشان انزلك على الفيسبوك. ماشي يا ماما. طب خلاص سيبي العروسه، يلا تعالي النضاره اصورك مع العجله. ماشي يلا بينا. خلاص فهم؟ لو فتحت مكان ايه هديك كل يوم 50 جنيه. اتفقنا خلاص، مالكيش دعوه. كويس انا لميت الشوكولاته. ايه؟ لا مالكش دعوه انت. ماشي تمام؟ ماشي تمام. عليا الطلاق عمده ابن عمده. عليا الطلاق عمده ابن عمده. يلا يا استاذ فرح ابنك. يلا يا استاذ فرح ابنك. عايزه العاب اطفال. والله مش عارفه اشكرك ازاي، ليه كده تعبتي نفسك؟ لا 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 انا ازعل منك كده والله يا ام امنيه، انا كده ازعل؟ دي امنيه دي زي بنتي، اللي يعلم ربنا انا بحبكم قد ايه. عارفه بس ما كلفيش نفسك. بصي العروسه كانت بكام؟ لا لا والله انت كده بتشتميني. عشان خاطر والله انت كده بتشتميني يا ام امنيه. طيب بصي
خذي ال 400 جنيه. لا انا كده ازعل من حضرتك، ما اقدرش اخد الفلوس دي منك. علشان خاطر لا والله دي هديه مني الامنيه، انا مش هاخد الفلوس دي. دي هديه انا والنبي يا طنط انا مش همد ايدي عليها. طب بصي هي بس انت فكرتي تديها هديه. طب هقول لحضرتك على حاجه، تبقي عوضها لي بعدين في حاجه ثانيه، بس دي هديه مني الامنيه مش هاخد منها فلوس. عشان خاطر لا انت كده بتكسفيني والله. انت اختي اهي ال 400 جنيه اهو. ربنا يكرمك يا ام امنيه كده بقى، يعني يعني انا هعطيك اللعبه يعني عشان تديني فلوس. لا والله ده انت اختي حبيبتي. ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رب يا ام امنيه. تسلمي. يلا تعالي صورك مع العجله. يلا ماشي يلا بينا. فين العجله؟ يلا فين العجله؟ ما العجله كانت لسه هنا، كانت لسه واقفه هنا. انا والله كانت لسه حالا واقفه هنا والله. لا فين يا ام انا مش عارفه يا ماما، انا شفتها هنا وقلت الصنديه خلي بالك منها. طيب يا ماما فين العجله؟ هي كانت حالا، كانت واقفه هنا حالا، بس انا هروح ابص لحضرتك عليها حالا واجيبها لك. مين هيكون اخدها يعني؟ ما اعرفش والله، بس هبص لك عليها والاقيها ان شاء الله. ثواني بس، ثواني يا ام امنيه. انا خايفه على العجله يا ماما. فين العجله بتاعتي يا ماما؟ راحت فين يا ماما؟ بصي انت سالم ماما خايفه. تعالي انا ماما بابا يا فرنسا. نعم نعم يا ام امنيه. عجلة أمنية ما شفتهاش؟ أنا ما أقدرش أتكلم عشان ما تقولوش عليا فتانة. يعني دي شفتي اللي أخدها؟ أنا ما أقدرش أتكلم، هتقولوا عليا فتانة. اتكلمي مش هقول عليكي حاجة. أنا أخدها يا ماما. استني اهدي، العجلة هترجع إن شاء الله. مين اللي أخدها؟ قولي وما تخافيش، مش هقول لحد. لا مش هقدر أتكلم. لا اتكلمي ما تخافيش، والله ما تخافيش، أنا أعطيتك الأمان خلاص. مش هتقولي لحد؟ مش هقول لحد طبعًا. عشان ما توقعينيش في مشاكل. يا ستي مش هقول لحد. بصي. عارفة عم محمود اللي ماسك العمارة اللي جنبنا اللي هو قريب آية؟ أيوة أيوة عارفاه. هو جه هنا وآية اديت له العجلة وخد العجلة ومشي. وهي هتدي له العجلة ليه؟ أنا معرفش، مش مصدقاني. روحي اسألي. إيه ده يا ماما؟ أصلاً طنط آية ليه تعمل كده؟ لا مستحيل، دي طيبة يا ماما. لا طب بصي بصي يا أمنية، إحنا مش عايزين نكلمه هي. بصي هنعمله إيه دلوقتي؟ نعمله إحنا نروح عند عم محمود نسألوه. ماشي ونشوف الكلام ده صح ولا لا. طب ماشي تعالي معايا يا امنيه. يا امنيه انت قلتي لي مش هقول لحد. مش هقول لحد، انا ماليش دعوه بالموضوع. حاضر حاضر ماشي. تعالي يا امنيه. عجلتي يا ماما؟ عجلتي اهي. الحمد لله. عم محمود. نعم. هو مين اللي جاب لك العجله دي هنا؟ ايه عربتنا اللي فتح لعب عندكم. ايه جابتها لك ليه يا عم محمود؟ جابتها لي وقالت لي بعها لي، بس قالت لي ما تقولش لحد. بس مش عارف ليه قالت لي كده. متأكد ان هي قالت لك بيعها؟ قالت لي خبيها، انا لسه كنت هقوم اشيلها دلوقتي. هي دي طنط ايه تعمل كده؟ طيب والله مش عارفه يا امنيه، مع اني برضيها على طول وبحبها. طيب ماشي يا عم محمود، خدي العجله يلا يا امنيه ويلا بينا. ماشي يا ماما. خدها ازاي؟ اعتبرني انا اشتريتها خلاص، وابعت لك حلاوتك مع ايه؟ ابعتي لي الحلاوه الله يرضى عليك. يلا يلا. ترى راحت فين بس العجل؟ يا ترى راحت فين؟ ام امنيه الحمد لله لقيت العجله. لقيت العجله فين؟ بقول لك ايه يا ايه؟ نعم. خدي كده العروسه اللي انت عطيتيها لامنيه هديه وقت 400 جنيه. والله بحطت ايدك اهو. اتفضلي يا ام امنيه. بقول لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ نص ساعة الاقيكي ماشية من هنا مش عايزة اشوف وشك هنا تاني خالص. طب ليه؟ طيب انا عملت ايه؟ من غير ليه؟ انت عارفة ليه كويس. والله ما اعرف حاجة. طب انا عملت ايه؟ طب انا زعلانة منك يا طنط ايه. طب ليه بس يا استاذة ام امنيه؟ ده انا بحبك وبقول عليكي زي بنتي. قولي لي انا عملت ايه؟ طيب كنا بنحسبوكي طيبة وطلعتي سوسة. انا؟ ايوه لمي حاجتك ويلا امشي من هنا. طب انا عملت ايه؟ والله ما عملت حاجة. ما اشوفش وشك في خلال نص ساعة. يلا يا ايا. حاضر يا ام امنيه. حاضر حاضر. تعالي يا ام امنيه. ايوه ممكن يا ام امنيه افتح انا مكانها واجيب حبه لعب هنا؟ افتحي طبعا، ده انت اصيله. ربنا يخليكي يا ام امنيه. ربنا يخليك. تعالي معايا يا امنيه. يلا ربنا يخليكي يا ام امنيه. ربنا يخليكي. مشيتك من العماره يا شيخ. الله يسامحك الله يسامحك يا شيخ على اللي انت عملتيه فيا.